وكيل لجنه الشؤون المرورية كان منع التليفون، هو قال انا اعترضت على بعض الحاجات، وكان من ضمنها ان رئيس اللجنه الخاصه بفضل المنازعات هو هيبقى رئيس اللجنه الاولمبيه، فانا شايف ان في بعض الوقت هيبقى هو الخصم، فلو حد بيختصم صحيح. ويبقى منين هو الخصم والحكم، ففي بعض الحاجات هيبقى عندك هامش تطور وتحسن فيها بعد كده، ده طبيعي، بس هي الفكره ان انت بقى عندك دلوقتي اساس تقدر تبني عليه. صحيح، انا شايف برضو ان دور الاعلام في المرحله دي ان الناس كلها تركز في القانون وتطلع في القطط الفاطسه، ده دور الاعلام حقيقي، عشان ما حدش في ناس تقول لك اصل الاعلام يحب، الاعلام لا يحب ولا يكره، الاعلام يطلع القطط الفاطسه، فبالتالي ده هيؤدي للتحسين وهيؤدي دايما ان المسؤول يبقى خايف من الاعلام فيحاول يطلع دايما احسن حاجه وهكذا. والقانون على فكره هيتطور، يعني القانون ده مش هيفضل واحد بس، حاليا انت عندك شيء اسمه قانون الرياضه، ودي خطوه انا شايفها مهمه جدا. بمناسبه بقى اتفضل يا تامر. اذا سمحت لي معلش ابراهيم، عايز انت عارف طبعا فضل. كل الناس وانت اولهم عارف قد ايه انا متعصب جدا للعقليه الالمانيه ومعانا حاجات حتى في الحلقه ممكن نتكلم عليها. عارف ان المانيا ما عندهاش وزاره شباب ورياضه؟ ما عندهمش وزاره شباب ورياضه، الرياضه عندهم ماشيه هي يعني هم منظمين من نفسهم، ما عندهمش قانون رياضه، عندهم قانون في اللجنه الاولمبيه الدوليه ده هم بيمشوا عليه. ومع ذلك المانيا طول عمرها في الاولمبياد هتلاقيهم من اول 10 لازم ناجحين في كل الرياضات، ما فيش رياضه حتى الفورمولا 1 ناجحين فيها. ما يعني هم ناس ما فيش بقى عندهم بند اصل لو واحد اهان التاني واصل التاني هيبقى عقوبته ايه والسجن والسب وما في يعني ما فيش. عشان كده ده اللي بقول لك انا مستغرب لوجود بند زي ده، لان المفروض ان الحاجات دي خلاص كانت تتحط زمان ايام بقى الحروب وايام الجاهليه والايام بس يعني احنا عدينا المرحله دي، المفروض العالم كله بقى انت بتشوف خلاص يعني. طيب بما اننا بنتكلم، احمد كان بيتكلم على قصه الفاطسه، اعتقد ان 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 تعادل النادي الاهلي لقائين يعني كان لقاء الانتاج وقربه كان من التعادل في لقاء طلع الجيش خلى ناس كتيره جدا تطلع القطط الفاطسه في النادي الاهلي. صحيح. فقبل ما نخش ونتكلم عن النادي الاهلي وصراع القمه ما بين النادي الاهلي ومصر المقاصه، خلينا نروح نشوف تقرير سريع عن النادي الاهلي ومسابقه الدوري المصري الممتاز وصدارتها ما بين الاهلي ومصر المقاصه، ونرجع مع حضراتكم على طول. قد يصبح لقاء الأهلي ومصر المقاصة في الأسبوع 30 من الدوري المصري هي قمة حسم اللقب رسمياً في حالة فوز المقاصة على الاتحاد السكندري في الأسبوع القادم وفوز الأهلي على النصر للتعدين والشرقية. فقد أهدى محمد يوسف المدير الفني لنادي بتروجيت هدية ثمينة للأهلي بفوزه على مصر المقاصة بهدف دون رد في أول لقاءات الأسبوع 28، ويرغب فريق القلعة الحمراء في تحقيق الفوز على النصر للتعدين صاحب المركز قبل الأخير في الترتيب من أجل توسيع الفارق مع مصر المقاصة إلى 11 نقطة، ويرغب الأهلي في حسم لقب الدوري العام أمام الفريق الفيومي قبل الدخول في 4 مواجهات نارية أمام سموحة وإمبي والمصري والزمالك بختام الدوري عكس الفريق الفيومي الذي يتبقى له لقاءات أسهل نسبيا أمام الإنتاج الحربي وطلائع الجيش والنصر للتعدين والشرقية. فهل يكون لقاء الفريقين في الجولة 30 هو إعلان تتويج الأهلي باللقب رقم 93 رسميا، أم تكون هناك مفاجأة تعيد المقاصة للصراع من جديد؟